آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه ونصلي على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنار صلى الله وعلى محمد صلى الله عليه علينا واختفى
منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ربي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على